تضرب الريان بدون تسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات. أخوي حمود المايك لو سمحت. أبشر. شكرا لك الغالي. نلتقي معكم مرة أخرى، وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم جميعا مرة أخرى في درس جديد، ويعتبر الأخير في التحليل الموجي، وليس بالأخير إن شاء الله، ولكن ختام السلسلة هذه، وثم يكون بعدها نقاشات وحوارات وتبادل آراء، وأيضا إعادة لجميع الدروس بإذن الله، إلى أن نلتقي بعدها في درس آخر، وهو الفنون المضاربة والبرايس أكشن وغيرها من أدوات المضاربة اللي ممكن نستخدم في درس راح يكون جميل بإذن الله. لا أطيل عليكم، ندخل في الموضوع على طول لكي يعني ما يضيع علينا الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. أسحب صلاحيات للشاشة بس محمد. بسم الله. معاك يا معاك. طيب، طبعا تعلمنا أو جميعنا استعرضنا ما أخذناه سابقا في من دروس، بأن الموجات اللي هي عبارة عن خمس موجات صاعدة في الاتجاه، صاعدة أو هابطة في نفس الاتجاه، تسير ثلاث موجات في نفس الاتجاه اللي هي الموجة الأولى الثالثة والخامسة، وهناك موجتين تسير بعكس الاتجاه اللي هم الموجة الثانية والرابعة. وذكرنا بأن الموجات التي تسير بنفس الاتجاه في الموجات الدافعة تتشكل من خمس حركات داخلية لنفس الشكل اللي ترونه أمامكم هذا، وهذا هو مبدأ الفراكتل. الفراكتل عندما تتكرر الموجات وتكرر حدوث الموجات من شكل صغير إلى أكبر إلى أكبر إلى أكبر، ومثل كرة الجليد كلما دارت كبرت وأصبح حجمها كبير. وأيضا هذه الموجات نفس الجزئية اللي نراها موجودة هنا في المقطع هذا هي نفس الجزئية اللي ترونها الآن في المقطع هذا أيضا A B و C، وهنا أيضا في عندنا A و B و C، وبهذا الطريقة. وأيضا في الموجة هذه الأولى نجد فيها أيضا 1 2 3 4 5، إذا تتكرر الحركة السعرية هذه، وبانتهاء الحركة السعرية الأولى هنا نستطيع نقول دورة كاملة سعرية اكتملت، وثم تكبر إلى وتنمو لتصبح الدورة سعرية أكبر. ومثل ما أنتم ترون أمامنا الآن اللي هو الجزء الصغير اللي تحت شكل تدخل في تشكيل الجزء الكبير اللي نشوفه أمامنا. إذن هي حركات متكررة دائما، ولذلك هي ليست بتلك الصعوبة اللي يتصورها البعض. الإشكال والصعوبة دائما يوجد في هذه الموجات، في الموجات التصحيحية، في هذه الموجات التصحيحية اللي تسير عكس الاتجاه هي دائما تحدث إشكال وتصعب على البعض، خاصة لما تتحول الموجات هذه من شكلها البسيط المبسط المعروف. وتحدثنا عن موجات تصحيحية اللي هي عبارة عن أبسط صورة مثل اللي نراها أمامنا بالمربع الكبير باللون الأحمر، زيجزاج A B C، وقلنا الزيجزاج هو نفس تركيبة، والزيجزاج هو نفس تركيبة الموجات 1 و 2 و 3، نفس التركيبة تماما، إلا أن الموجة الثالثة تمتد وتصبح تتحول من سي إلى ثلاثة. ولذلك عند الترقيم دائما نذكر 1 2 3 أو A B C. كمحلل محترف يجب أن تضع هذا الترقيم على شارتك، أن لا تجزم فقط بأنها 1 2 3، بل تضع الاحتمالات جميعها وتذكر 1 2 3 وتضع بينها جنبها هنا في لون آخر A B C إلى أن تتضح الصورة. إذن هذا A B C ممكن تدخل بتركيبة أيضا موجة دافعة، ما نقدر نجزم أنها هي موجة تصحيحية إلا بعد العودة للارتفاع واختراق قمة B حين نقول خلاص.
إذا الموجات التصحيحية هي اللي تسبب إشكال عند الكثير، وبالأخص لما تتحول إلى موجات معقدة ومركبة. الموجات التصحيحية اللي تعرفنا عليها هي بأبسط أشكالها اللي زجزاج مثل اللي نراها أمامنا الآن، وأيضا الفلات بأشكالها وباتجاهاتها، يعني ممكن هذا باتجاه تجي باتجاه الصاعد، وهنا تأتي باتجاه الهابط بهذا الشكل، والفلات، وثم الموجة المثلثية المثلث. أبسط ما في هذه الموجات إنها محددة بمواقعها، أي أنه مو ما أنظر إلى 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 موجة صاعدة قوية كذا وأقول هذه فلات، لا هذه مثلث، هذه زجزاج، هالموجة هذه مثلا، لا، احنا نبحث عن الموجات هذه في هذا الاتجاه فقط، الاتجاه المعاكس. أي موجة معاكسة هنا في داخل الموجات هذه، حتى الموجات الصغيرة، نبحث عن هذه الأنماط في هذه المناطق فقط. ولذلك لا تصعب الموضوع، البحث عن هذه النماذج يوجد في مناطق هذه فقط من الشارت. عندما يحدث تصحيح حينها ندرك بأننا أمام سيناريوهات مختلفة. وننتقل الآن إلى الموجات المركبة، ومن الإرشادات اللي تعطى في الموجات المركبة يقول لك التصحيح عادة يستهدف الموجة الرابعة، عندما تنتهي الموجة الخامسة فوق ويبدأ يصحح في موجة، يستهدف الموجة الرابعة، وبالأخص أدنى مستويات الموجة الرابعة، أي بأن الموجة هذه A وبي سي ستتجه نزولا إلى المناطق هذه، أدنى مستويات الموجة الرابعة من الضلع السابق، من الضلع السابق، يعني لما ننزل في الأربعة هذه اللي هنا، هذه الأربعة، لما ننزل في المنطقة هذه احنا نبحث عن الموجة الرابعة من الضلع السابق هنا، ونعرف ان هذه راح تصحح الى المناطق هذه، اذا الرابعة من الثالثة. طيب متى تكون هناك ريبة نوعا ما، واحتمال وجود سيناريوهات اخرى؟ عندما نجد ان الحركة السعرية الهابطة هذه في موجة زجزاج لم تستوفي حقها من النزول، وأن النزول لم يستهدف مناطق الموجة الرابعة، ولم يستهدف مستويات 38.2 فايبو على الأقل، حينها يجب أن نأخذ بالاعتبار احتمالات، هل هي في مثلث؟ مع العلم أنه ممكن نجد المثلث يصل لمناطق هذه والمفروض يعني، لكن أحد الاحتمالات، هل هي مثلث؟ لا والله، الحركة اللي صارت هنا اللي تلت هذه أثبتت أنه ما هو مثلث. طيب إيش الاحتمالات الأخرى اللي أضعها الآن؟ فلات ممكن، نعم ممكن تجي فلات، بحيث أن المنطقة هذه يرتد فيها السهم بالشكل هذا، ثم يهبط في خمسة أخيرة في المنطقة هذه هنا، معطينا الحركة السعرية هذه صعود هنا ونزول اللي صحح المنطقة هذه، ممتاز. ولو وجدنا أن الحركة هذه هي بداية تركيبة للفلات، إلا أن التركيبات الداخلية قليلا أصبحت مختلفة شائكة، مثل كمثال وراح نتحدث عن هذه بعدين، أن الموجة بي مثلا جت عذرا الموجة بي بدينا في موجة فلات صغيرة مثلا هنا، هذا إشارة إلى أن لحظة في مشكلة، هذه كيف نبدأ بفلات صغيرة؟ الموجة اللي بعدها قد تكون مثلا موجة مثلث، أقول لك لا لحظة، راح ندخل بالكلام هذا بعدين. عموما من الإرشادات عندما تجد أن التصحيح هذا صغير لم يستوفي حقه، هنا نبدأ نرجح وجود موجات تصحيحية مركبة.
أي أن هناك موجات أخرى فرعية ستتشكل من عند هذه المناطق. طيب، ما هي هذه الموجات الفرعية اللي ممكن تتشكل في هذه المناطق؟ ما هي الموجات المركبة اللي ممكن تحدث عند المناطق هذه؟ راح أرجع لفوق شوي ونراجع الشكل هذا مع بعض ونشوف أننا في هذا النمط درسنا أن يوجد عندنا ABC وله نمط تصحيحي اللي يسمى الزجزاج. ولما أجد أن النمط هذا الزجزاج تشكل من 5 حركات ثم 3 ثم 5، وأن النزول اللي حصل في البداية تشكل من 5 حركات وليس 3، فإن على طول أرجح أن الزجزاج، وجود الزجزاج في المنطقة هذه. ولكن أحياناً النزول اللي يحصل أمامنا هذا يتحول إلى شكل آخر، أي أن النزول في الضلع A النزول اللي يحدث في الضلع A هنا هو عبارة عن موجة A ABC ولم يكن خماسي الشكل. هذا إشارة بالنسبة لي أنا أن يجب أن أراجع نفسي الآن وأبدأ أرجح سيناريوهات أخرى أنها ليست بزيكزاك. النزول اللي حصل هنا حصل في ABC، إذا ممكن تكون فلات، ممكن تكون مثلث، ممكن تكون. وإذا أيقنا بعدها بأن الارتداد اللي حصل هنا حصل أيضا في موجة زيكزاك، بالشكل هذا، حين أنا أقول والله الارتداد في الموجة الزجزاج هذه حتى لم يستوفي حقه لكي يصل إلى 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 نمط النموذج اللي هو الموجة الفلات مثلا أو المثلث، فهنا أبدأ أرجح أنا وجود موجة تصحيحية معقدة مركبة. وهنا يأتي دور الموجة الأخيرة اللي تتليها اللي هي زجزاج أخرى في المنطقة هذه، زجزاج أخرى في المنطقة هذه. وعند وجود النمط هذا الزجزاج، زجزاج وأيضا زجزاج آخر وثم زجزاج ثالث، أصبحت الموجة هذه عندنا مركبة. طيب، تركيبها عبارة عن كم حركة؟ أنا اللي راح أنبهكم الشغلة، الكثير ما يقولها لكم راح، لكن أبيكم تلتفتون لها اليوم. كم ملامسة حدثت عندك للقناة السعرية؟ كم عدد الملامسات اللي حدثت في القناة السعرية؟ 3 ملامسات. هل الملامسات الثلاثة هذه تشكلت في الضلع الأول من 5 أو 3 حركات؟ لا والله 3 حركات، لو 5 قلنا زجزاج، لكن تشكلت من 3 حركات، وهذه 3 حركات، وهذه 3 حركات، 3 ملامسات. يعني أقدر أن أعطيها لو بغيت ترقيم كبير اللي هو A B C، لكن بتصير لخبطة عندي، الحروف كلها متداخلة مع بعضها. فقالوا الأفضل أن نميزها بترقيم مختلف، اللي هو بدل ما نقول ABC لا، نقول هذه موجة W وهذه موجة، الثلاثة اللي بعدها موجة X والثلاثة اللي بعدها موجة Y، وبذلك تصبح عندنا موجة كبيرة تسمى موجة WXY، وهي موجة مركبة عبارة عن 3 3 3. ونلاحظ أنها حادة في النزول، ليه؟ لأنها من عائلة الزجزاج. إذن لما أذكر عبارة عائلة الزجزاج، هذا إشارة إلى أن الموجات المركبة تنقسم إلى قسمين، اثنين، عائلتين. في عائلة ما يأخذون إلا من بعضهم ما يأخذون من برا، ما يتزوجون إلا من بعض، بس هذه هي مثل زجزاج. زجزاج تقول لك بس أنا ما أقبل إلا زجزاج مثلي، 3 3 3، انتهينا. طيب، هل في احتمال إن والله حالة شاذة؟ هنا احنا نتكلم عن الاتجاه، الموجات اللي تصير نفس الاتجاه اللي هو A و C، 3 3 3. أما الموجة B هذه يقولوا ما عندنا مانع، ممكن يكون تكون أي ما تكون، تبيها فلات، تبيها مثلث، اللي تبي تحط مثلث هنا ان بغيت،
بالمنطقة هذه ثم يهبط إلى الأسفل المكمل. نعم، إذا في الموجة أيضا المركبة ممكن نجد في الموجة المركبة من عائلة الزجزاج موجة رابطة اللي هي اكس. الموجة الرابطة هذه تبيها مثلث، تبيها زجزاج، تبيها فلات، كيفك. أي موجة رابطة، أي موجة رابطة، هذا هو المأذون الشيخ اللي زاوج بين الموجتين هذول، جاء بينهم مسك أيديهم ربطها ببعض وقال تفضلوا الآن أنتم أصبحتوا عائلة أخرى، وقال عائلتكم اسمها الآن دبليو إكس واي. إذا الموجة إكس هذه هي تسمى موجة رابطة، تأتي فيها أي موجة تصحيحية في المنطقة هذه. المقاسات والأبعاد اللي نطبقها حسب مستويات فايبو على الزجزاج تكرر نفس الشيء في المنطقة هذه. راح أشيل هذه الحروف اللي هنا وأكتب عفوا، خليني أرجع هذول إلى الخط الأحمر لأن ما نحتاج أي بي سي هنا، نحتاج وأشيل المربعات لكي تتضح الصورة. نلاحظ أنها أيضا هي نفس الزجزاج، ثلاث ملامسات في المنطقة هذه، ثلاث ملامسات في هذه المنطقة، ولكن موجاتها الداخلية تختلف الآن، متكونة من ثلاثة ثلاثة ثلاثة. وش الثلاثة هذه؟ زجزاج. وش الثلاثة اللي هنا؟ هذه زجزاج أيضا. إذا بهذا الشكل توجد موجات اللي هو الموجات المركبة من عائلة الزجزاج، وتعطى الترقيم WXY. نعطيها أيضا لون أحمر عشان تميزها شوي، WXY. لا يهمني الترقيم بقدر ما اني انا افهم المبدأ هذا، ان هذه موجة مركبة. من وميزة موجات مركبة من عائلة الزجزاج هي حادة مثل الزجزاج نفسه، يعني مثل نفس الزجزاج، يعني معناتها يجي فيها ميول اكثر للاسفل. مع اننا نسميها من الموجات العرضية لكن يكون لها انحدار الى الاسفل، عكس العائلة الاخرى اللي راح نستعرضها بعدين. طيب لما تيجي في موجتين زجزاج يمين وشمال وموجة رابطة بينهم ونسميها دبليو اكس واي، وش المسمى اللي ممكن نطلق على الموجة هذه؟ اللي هي بعدين هذه تسمى دبل زجزاج. وتقول لي ليه سميتها دبل زجزاج؟ لانها ثنتين زجزاج فيها يمين وشمال، هذول الثنتين تربط بينهم موجه تصحيحيه. وقلنا ممكن تكون اي موجه تصحيحيه تربط بينهم، هذه زجزاج اخرى هنا، هذا نسميها دبل زجزاج. ليه اثنين زجزاج يعني؟ طيب تقول لي بس عائله الزجزاج ما تجي الا بالشكل هذا؟ يقول لك لا لا لا، ممكن فجاه تلاقي الارتداد اللي حصل عندك في المنطقة هذه بعد ما مشت الموجة بالشكل هذا في الزجزاج الأول، وارتدت في الموجة الرابطة اللي هي الإكس، وهبطت في الموجة رابطة زجزاج أخرى، قلنا خلاص انتهت الموجة، إلا إنك تكتشف إن فيه موجة هنا صعدت، ولاحظ ما قدرت تخترق المناطق هذه، وثم بدأت ترتد بالنزول. وخاصة لما تكسر القاع هذا اللي هنا البي، حينها ندرك ان تصحيحنا لم ينتهي. طيب وش اسمي التصحيح هذا اللي حطيت لي الان؟ وش السالفة بالضبط؟ ابى اقول لك الان احنا انهينا الموجة هذه اللي نشوفها امامنا من هنا الى هنا، في موجة سميناها، هذه سميناها زجزاج، هذه سميناها دبل زجزاج. الآن وش اللي صار؟ انضاف لها زجزاج آخر هنا على اليمين، فصار ايش اسمها الآن؟ تريبل زجزاج، أي ثلاثية. تريبل زجزاج ثلاثية تربط بينها موجة أخرى إكس في المنطقة هذه، أي راح يكون عندنا إكس آخر هنا ثم نزول أيضا في A و B و C.
اذا وجد الشكل هذا اللي امامنا بتقول لي طيب الحين هذه كانت دبليو اكس واي، اقول لك صح. هنا نشيل الدبليو اكس واي ونقول الاولى مثل ما قلناها مساعة دبليو، الثانيه مثل ما قلنا الرابطه هي اكس، الثالثه واي، انتهت صح ولا لا؟ ايه، لكن الموجات اللي اضيفت لها الان وش ممكن اعطيها من ترقيم؟ اكس اخرى، وبعض المحللين يضعون دبل اكس اثنين، هي نفسها لو حط لك اكس او دبل اكس فوق هي نفسها موجه اكس اخرى زي هذه اللي هنا. الموجات الرابطه تعطى الرمز اكس، ثم الموجه الاخيره لما تنتهي هنا بدل الواي تصير زد، بدل الواي تصير زد، اذا دبليو اكس واي زد. وهذه لما تكون امامنا تصبح الموجه هذه رابطه بتركيب ثلاثي تسمى تربل تربل زيجزاج، تسمى تربل زيجزاج. اذا الاختلاف اللي حصل بينهم الان هو في الموجتين الاخيرات. ولو رجعنا لو رجعنا نعد الملامسات في هذه المنطقه، ذكرنا سابقا ان امامنا كم ملامسه هنا، 1 2 3 فقط، كأنها زجزاج، لكن عندما أضفنا هذه صارت 4 ثم 5. إذا لما تشوف الموجة التصحيحية أصبح لها تشكل لها 5 ملامسات، فأنت دخلت في التريبل زجزاج الآن. أنت دخلت في وين راح هذا؟ تريبل زجزاج. أنت دخلت الآن في التريبل زجزاج اللي هو تركيب التصحيح الثلاثي من عائلة الزجزاج، تصحيح ثلاثي وليس زوجي، ثلاثي. هذه ما تسمى دبل زجزاج، وهذه اللي نسميها تربل زجزاج. لو قلت لك وين الدبل زجزاج بتقول لي شيل هذول الثنتين الأخيرات وخرهم. بقول لك وين الزجزاج بتقول لي هذا. طيب لو قلت لك وين الزجزاج بتقول لي هذه هي الزجزاج، هذه اللي هنا. طب وين دبل زجزاج؟ دبل زجزاج وثلاث ملامسات، 1 2 3، هذه دبل زجزاج. طيب وين تريبل زيجزاج؟ 5 ملامسات، 1 2 3 4 5، هذه هي التريبل زيجزاج. ولاحظ هنا الشكل هذا امامك وكانك ترسم هرم عند كل منطقه، وكانك ترسم هرم عند كل منطقه، هرمين اثنين، هذه هي تريبل زيجزاج، هذه هي تريبل زيجزاج. هذه الآن اللي تحدث فيها الآن هي من عائلة الزجزاج فقط، أبعادها مستوياتها راح أشيل أنا. طبعاً التربل خلنا أشيل المستطيل الكبير هذا وأشيل هذا لكي تتضح الصورة، وراح أشيل هذه ونبسط الشكل أكثر لكي لا يكون هناك لبس على الجميع. لما اجي احسب مستويات فايبو فانا احسب نفس مستويات فايبو اللي هي للزجزاج نفسها. يعني كنا نقول الزجزاج هذا اللي هو لان البي السي طول الاي، فهذه نفس الشيء السي طول الاي، اجي احط ال 100% عند هنا القى السي طول الاي فعلا، نفس المدى نفس المسافه. خلينا نشوف اداه اخرى افضل عشان تتضح الصوره لكم، برايس رينج. ولما اجي مثلا اقيس المنطقه هذه المفروض ان السي تكون نفس طول الاي، ممتاز، نفس طول الاي، هذه هي السي. والبي عرفنا مستوياتها 50 38 50 61 78.6، هذه مستويات التراجع في الموجة بي. طيب الدبليو اكس واي كيف احسبها؟
نفس الطريقة يا أختي العزيزة ويا أخي العزيز، نفس الطريقة. الآن ما راح تحسب الـ A، أنت راح تحسب الـ W كلها عندما تتشكل، وتسحبها وتحطها على الـ B، تعطيك هدف الـ Y، تعطيك هدف الـ Y. فأنت حلل، أنت تعرف أن هي نفس الأبعاد ونفس المستويات، هذه الواي هنا في المنطقة دي. طيب نوقف شوي أبو محمد، تفضل. بسم الله. طيب فهمنا الدبل زيجزاج والتريبل زيجزاج، راح أشيل هذول ونكبر هذا النمط شوي بالشكل هذا. ولاحظوا اللي بسويه الآن، إني أميل الحركة السعرية اللي تشوفونها أمامكم. ليه؟ لأن النوع اللي جاي هذا هو لا اللي يميزه، إنه ما هو حاد، الموجات العرضية الغير حادة في حركة نزولها ولا غيرها، لكن تأخذ مدة أطول، تأخذ مدة طويلة، ولكن ليس بتلك الحدة. يلوحظ أحيانا ميلانها إلى الأسفل، ولكن هي من عادتها أن تكون من موجات السايدويز العرضية. جو للعائلة الثانية وقالوا والله لاحظنا على العائلة ذيك ما يعطون إلا منهم وفيهم فقط، ما يتزوجوا مع عوائل أخرى، ما يعطون، ما يقبلون. قال طيب وش اسوي؟ قال في عائلة ثانية، العائلة ذيك عائلة كريمة ما شاء الله، بس عندهم عادي يزوجون ويتزوجوا مع عوائل أخرى من خارج عائلتهم. فقال لك إن ممكن تروح لهم وتشوف الآن نصيبك معهم. وهذه هي الموجة المركبة المعقدة الأخرى اللي تسمى complex wave، وهي موجة أيضا تتخذ نفس الترقيم، نفس الترقيم. هذيك اسمها عائلة وهذه اسمها عائلة، هذيك اسمها تصحيحية وهذه اسمها تصحيحية، هذيك اسمها مركبة وهذه اسمها مركبة، لكن سموها معقدة مركب معقدة. ليه؟ لأنها تتشكل من موجات مختلفة، مثل علبة الشاكرت لما تفتحها الأولية ذيك اللي يسمونها ذيك اللي داخلها، أنا أحب اللون البنفسجي الشاكرت، ما أدري نسيت اسمها، تلقى فيها أشكال وألوان الشاكرت المغلق بالأصفر، وهذا بنفسجي وهذا أحمر وهذا. هذه الموجة دبليو إكس واي اللي راح تاخذونها الآن هي نفس الطريقة، مشكلة. فلذلك نغير المسمى هذا ونروح لعلبة الشوكولاتة هذه، نقول دبل دبل ثري، يقول لك ثلاثة مزدوجة، أو تريبل ثري. يرمز لهذه التريبل ثري بي تي 3، ما عندي المسميات ما مهمة، أنا اختصار لتريبل 3 دي 3 أو تي 3. وهذه يرمز لها أيضا ب دي 3 اللي هو دبل 3، دبل 3 وتريبل 3. ما يهمني المسميات بقدر ما يهمني أنك تفهمون الفكرة. هذه تقول والله شوف، أنا ممكن تجد عندي، أنا موجود في الموجة هذه هنا زيجزاج، وممكن تجد عندي هنا الموجة هذه فلات. إذا اختلفت الموجات اللي تشوفها هذه على الجوانب الآن، اختلفت. غالبا الموجة اللي هنا هي أيضا زيجزاج أو من عائلة الزيجزاج. لاحظوا العائلة اللي قبل شوي هي اللي جت وتدخلت بينهم، من الزجزاج أو عائلة الزجزاج.
قول لي طيب مثلث زي الزجزاج، بقول لك لا 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 ترتكب الغلط هذا. في هذول الدبل ثري والتربل ثري لا تعاملوا معاملة الزجزاج، زجزاج هو اللي يجي بالنص مثلث. طيب تقول لي مثلث كيف وضعه؟ أقول لك على عيني وراسي، شفت الأخيرة ذي؟ نعم، هو لا يأتي إلا هنا فقط، المنطقة هذه، في العائلة هذه المثلث لا يسمح به إلا في المنطقة هذه اللي في الأخير. لو بحثت وجدت مثلث بالشكل هذا، انظر الموجات اللي قبله، قد يكون عندك أيضا دبل زيجزاج، دبل ثري أو تريبل ثري، فهو بالشكل هذا. فممكن تأتي الموجة بالشكل هذا، وممكن إذا ممكن زيجزاج مثلث، أو الموجة الأولى تلقاها فلات مثلث. لحظة بس، عفوا دقيقة، وقف تسجيل. لا بدينا التسجيل؟ لا. أوكي، إذا وين نلقى المثلث؟ نلقاه في الموجة الأخيرة فقط، والمثلث في الموجة هذه. إذا الموجة المركبة هذه من أضلاع مختلفة، قد تتشكل من فلات زجزاج وثم زجزاج آخر هنا. طيب لو جيت هنا وشلت هذا وحطيت زجزاج، أسميها دبل ثري أو تريبل ثري؟ قلت يا أخي تونا ماخذينها من شوي، مدام فيها زجزاج وفي الأخير زجزاج، هذه معناتها دبل زجزاج. إذا الزجزاج لا يتكرر مرتين. مع لا، أنا ما أتكلم عن الموجة الرابطة، أتكلم عن الموجات اللي تسير نفس الاتجاه، لا تكرر الزجزاج مرتين، وإلا أصبح من العائلة الأخرى. إذا وجدنا هنا فلات، قد تجد زجزاج في الأخير أو مثلث. طيب شو وضع المثلث؟ أقول لك ممكن تجد هنا، عفوا الفلات، أقول لك ممكن تجد حتى اثنين فلات، اثنين، لاحظ الفلات ممكن تجده، النمط هذا ممكن يتشكل من اثنين فلات، اللي في الموجة W والموجة Y وموجة رابطة. طيب الموجة الرابطة هل ممكن تجي بعد فلات ولا غير؟ ممكن تجي فلات. فهذا من طبيعته انه يكون متشكل بالطريقه هذه، يا فلات زيجزاج فلات، او فلات زيجزاج زيجزاج، او فلات زيجزاج مثلث بالمنطقه هذه. واضح؟ واضح يا اخوان؟ طيب هذه العائله ايضا نسميها الدبل ثري، لان تتكون من ثلاث موجات، ولما نبحث عن ملامساتها نجد انه لها ايضا نفس العدد من الملامسات لواحد، عفوا، الملامسة الأولى، الملامسة الثانية، وإذا كان في مثلث طبعا الملامسة الثالثة نسميها اللي هي موجة E، موجة E. أما إذا كان في فلات أو زجزاج في المنطقة هذه هنا، فتصبح هذه هي الملامسة الثالثة لخطوط الترند لاين، وتشكيلاتها ثلاثية، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. وإذا وجدنا هذه التشكيلات معناتها الموجة تصبح مو ABC، الآن تصبح WXY، WXY. طيب وش وضع هذه؟ عرفنا انها دبل ثري، وش وضع تريبل ثري؟ تريبل ثري بمدها شوي كذا واقول فجأة يوم ارتد السهم المنطقة هذه اتجه في هذه الموجة، إلا أنه احترم القناة السعرية
ورجع لك نازل ولم يتجاوز منطقة الاكس اللي هنا، وهذا خلاني ادخل في ريبة وتساءل شو اللي صاير. حينها اتضح لي ان لا زلت انا بموجة تصحيحية، لان القناة السعرية لم يتم اختراقها وهو لا زال يسير بنفس الاتجاه، واصل نزول في موجة زجزاج او فلات او 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 مثلث مثل المنطقة هذه، فتجده ايضا تشكل من ضلع اخر هنا، واصبحت الموجة اطول، واصبحت الملامسات عددها الان نفس ما كان مع دبل زيجزاج وتريبل زيجزاج، 1 2 و3 و4 الملامسة الأخيرة اللي هي الخامسة. ولذلك البعض ممكن أن تلتبس على الأمور، يقول لك ها دافعة لا قطرية. لا يا أخي، يجب أن تنظر إلى موقع الموجة وين فيه قبل ما تلقي أحكامك. لازم تعرف المستويات قياس الموجات هذه نفس الزجزاج والدبل زجزاج والتربل زجزاج، تتكرر نفس الحسابات ونفس المستويات، الموجة الزجزاج الداخلية أو الضلع W وX وY و... طيب إذا صارت بالشكل هذا شو نسميها؟ نشيل WXY ونجيب الترقيم الأكبر اللي هو W، مثل ما كنا شايفينها من سابقا لما كانت ثلاثية W، وهذه X وهذه واي، وتوقفنا عندها الا ان نضيف لها الموجتين هذول، اصبحت هذه اكس او دبل اكس، وثم انتهت في الواي، وبكذا تصبح عندنا تريبل 3. اقول ليه التعقيد؟ ليه سميتها تريبل 3؟ مثل ما قلت لكم، انا ما احب اعقد ولا احب اذكر المسميات هذه لكي لا تلتبس الامور. هي كلها لها يا ثلاث ملامسات يا خمس ملامسات، سواء دبل زيجزاج تريبل زيجزاج دبل 3 تريبل 3، نفسها نفس اللمسات، نفس اللمسات للقناة، يا ثلاث لمسات او خمس لمسات. لكن اللي يحدد نوع الموجه هذه هو التركيبات الداخليه. لما اجد ان التركيبات الداخليه اختلفت، بدت الموجه بفلات ثم زيجزاج ثم الفلات اخرى، هل ممكن تكون عندي ثلاثه فلات في الموجه هذه؟ نعم، ممكن ثلاثه فلات يتكررون بالشكل هذا، الموجة W وموجة Y والموجة Z، هذول اللي تحت ممكن تكون أيضا ثلاثة فلات. لكن يعتبر النمط هذا اللي هو Triple 3 من الأنماط النادرة الحدوث، فما نروح ندور عليها ونقول هذه Triple 3 وهذه Triple 3 وهذه Triple 3، وأقول لك لا، هي نادرة الحدوث، ما هو بالشكل هذا اللي ممكن تجدها في 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 كل في كل موجة. المثلث لا يتواجد مرتين في نفس الوقت، ويتواجد عادة مرة واحدة قبل نهاية الموجة الأخيرة. في هذه الموجات تجده متواجد في الموجة الأخيرة بالتحديد. لحظات أبو محمد، نوقف بس نوقف تسجيل ابو محمد. فمثل ما شفنا التريبل 3 والدبل 3، وذكرنا في الدبل 3، خلينا اعكس النمط بي سي دي اي، وذكرنا في الدبل 3 لما يكون عندنا دبل 3 اللي هي هذه الموجة إلى هنا فقط، هذا دبل 3 اللي هو وبعدين هذا دبل 3 واحد اثنين اللي هو واحد اثنين ثلاثة، ثلاث ملامسات WXY. ذكرنا أن الواي يكون فيها زجزاج، يكون فيها فلات أو مثلث، والمثلث لا يسمح وجوده في 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 هذا النمط إلا في الموجة الأخيرة فقط.
وان تكرر ذلك ايضا في الموجه المركبه من دبليو اكس واي اكس زي ايضا لا يسمح فيه الا في الموجه الاخيره تريبل زيجزاج. اذا لا تبحث عن مثلث فيها الا في الموجه الاخيره اذا كنت مثلث. التركيبات الداخليه البي هذه اللي هنا البي اللي حقت الزجزاج اكيد 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 مسموح انه يجي فيها مثلث صغير، هنتكلم عن الموجه باكملها. طيب اشياء ما يقولون لك اياها في كورسات كثيره ولا يهتم، كل اللي يهمهم انه يلقون المحاضره ويعطيك الموجات ويقول لك خلاص هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، التعامل معها لا يتطرقون اليه، ايضا تفكيك الموجات هذه لا يتطرقون اليه. هل المهم وانت تتداول انك تروح ترقم الترقيمات هذه؟ لا يا اخي العزيز، لازم تفهمه ان في الموجات هذه اللي هنا لما تبي تتعرف عليها وتشوفها امامك وغيره، انت لازم حتى الموجات الصغيره هذه تحصرها عشان تفككها في قنوات تسهل عليك المسألة. ليه؟ بكذا انت تعرف بهذه الطريقة تصبح انت متأكد ان هذه عبارة عن موجة كاملة وانتهت، والاختراق هذا اللي صار في المناطق هذه واتجاهها لهنا هو عبارة عن موجة اخرى. فمن يوم انا اعمل العملية دي انا كأنني اقول وين انتهت الملامسة الاولى، خلاص هذه موجة هذه موجة. بعدها إذا حاب أنا أفكك الموجات أتجه للموجة اللي بعدها وأيضا أرسم قناتي السعرية عليها، وبكذا أعرف الملامسة الثانية هي عند المنطقة دي، أيضا أتجه للموجة اللي بعدها وأتعرف عليها اللي هي زجزاج أو فلات، وراح تبين لي إنها فلات مثلا أقول لك أوكي خلاص عرفت الآن. وممكن على حتى الضلع الأخير منها الدافع هذا أرسم قناتي السعرية وأعرف أن هذه الموجة انتهت عند المنطقة دي. وفي طريقة اللي تعرفنا عليها في رسم قناة السعرية على الفلات لما نلامس قمة 2 أو قمة 4 ونرسم قناتنا السعرية، فهنا نعرف أن هذه موجة أخرى. أيضا نتجه للموجة اللي بعدها وأرسم قناتي السعرية عليها فتتضح لي أن الموجة بأكملها انتهت في المناطق هذه، ثم أجد مثلث ما يحتاج قناة سعرية. إذا لاحظ كم قناة سعرية رسمت، 1 2 3 4 والأخيرة الخامسة. خلاص من يوم صار عندي 5 موجات بالشكل تصحيحية بالشكل هذا، 5 ملامسات، أنا أعرف أنها WXY XZ. خلاص وضحت بالنسبة لي. الآن لو لما تنظر إلى الشارت، ليه أنا قاعد أقول لك الطريقة دي؟ لك لما تجي لأي شارت وتشوفه أمامك ما راح تشوف الموجات كذا مفصلة لك مثل ما أوريك إياها أنا الآن هنا. تعاملك معها راح يكون عن طريق القنوات السعرية، عن طريق القنوات السعرية. بوقف التسجيل الآن لكي أستعرض معكم مقطع فيديو لجيفري كينيدي يتحدث عن هذه الموجة، وأرجو أنك تذكروني أني أيضا أستعرض معكم مقطع آخر في نهاية الدرس. الآن في مقطع راح نستعرضه مع بعض وراح نشوف كيف جيفري كينيدي يسهل لكم العملية. إذا وقف بس تسجيل دقيقة واحدة أبو محمد. بسم الله. If there's one wave pattern that causes the most confusion, that would be the complex correction. إذا كان هناك موجة تسبب ربكة وارتباك كبير يعني للمحللين، ستكون هذه الموجة هي الموجة المركبة. We refer to as a WXY. والتي يرمز لها بWXY. Well, in today's short video, I'm going to show you a trick that will easily allow you to navigate this sometimes confusing wave pattern a little bit more easily. في مقطع هذا اليوم سأعرض لكم طريقة ستسهل عليكم عملية البحث في هذه الموجة اللي تتسبب دائما في ربكة الكثير للمحللين. وأوضح لكم طريقة سهلة تسهل عليكم عملية ملاحظة هذه الموجة. Now the diagram in front of us is that of a complex correction. هذا الشكل اللي أمامنا هو لموجة تركيبية مركبة معقدة. We
labeled WX and يرمز لها بWXY. Now, even the term complex correction can be a little bit intimidating because عندما نذكر عبارة موجة مركبة أحيانا هذه تسبب يعني في نوع من الخوف تخوف بعض المحللين ما يسمعون المسمى هذا من معقدة. Double zigzags, double threes, and combinations. But in its simplest terms. نتحدث عنها اللي هي double zigzags, double threes, والcombinations أيضا الموجات مركبة من موجات أخرى. All a complex correction is, it's two corrective wave structures joined together by an X wave. بكل سهولة هي عبارة عن موجتين تصحيحيات مربوطة بموجة X تصحيحية في المنتصف. Now my simple trick that I would like to offer you to navigate the structure more easily is simply count to seven. الطريقة السهلة السهلة اللي راح استعرضها معكم اليوم هي طريقتي بعد أو حصر الموجة هذه بين في سبع موجات أو سبع حركات سارية اللي توضح لكم إنها موجة مركبة يعني بترقيمها من واحد إلى سبعة. Okay. Look at this diagram. It's the same diagram, but I've actually identified the actual subwaves, and we have waves 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. A B C X A B C. وكما هو واضح معكم من الشكل هذا 1 2 3 4 5 6 7 ولو حبينا نرقمها نعطيها حروف كرموز إذن A B C X A B C إذن A B C X إذا حطينا X معناته أن هذا W Y. So this is actually our complex correction, or specifically our. وهي نفس الموجة المركبة اللي استعرضناها معكم في البداية. Zigzag that we were initially looking at. Now let's look at a price chart, just simply. لننظر إلى chart بسيط ونشوف كيف تركيباتها الداخلية وكيف أنا يعني مطبق عليها هذا الأسلوب أو هذه الطريقة. To drive this point home. This is a price chart of Aspen Technology, ticker symbol is هذا chart هو لشركة أو سهم Aspen Technology. AZPM. Count the number of subwaves up from the March low. من أدنى منطقة في شهر مارش منطقة سعرية نبدأ نعد الآن كل موجة داخلية. 1 2 3 4 5 6 7 A B C X A B C. So with that in mind, I think we can confidently identify the larger Elliott wave structure or the larger decline in Aspen Technology to the downside as a. وبهذه الطريقة نستطيع أن نقدر أن الحركة القادمة ستكون بالاتجاه الهابط بعد اكتمال هذا العد. Unfolding impulse wave, and specifically, I'm looking at this. سيكون في موجة دافعة طبعا. Complex correction. بالأخص أن أنظر إلى هذه الموجة التصحيحية المعقدة المركبة. This seven-wave move تتكون من سبع حركات وتسير عكس الاتجاه العام هذا الاتجاه العام وهي تسير عكس الاتجاه إذن هي تشير إلى أن النزول القادم سوف يكون سيستهدف مناطق أدنى من مستويات الموجة الثلاثة اللي كانت في شهر مارس. Well, there you go. If you can count to seven, you can navigate the subwaves of a complex correction much more easily, because seven is the precise number of subwaves that are contained within a WXY. Technology ticker symbol is A. طيب إلى هنا راح أوقف شوي وأقول كيف أقدر أيضا أميز هذا المنع مثل ما تفضل وقال جيفري كينيدي. دقيقة لحظات. Zigzag that we were initially looking at. Now let's look at a price chart. جيفري كينيدي استعرض معنا العد هذا يعني والبعض قد يخطئ ويقول لك والله هي دافعة اللي هي قطرية. أقول لك أولا يجب أن تنظر إلى العد الكامل من فوق وتنازل هذه واحدة. ثانيا عندما تعطي A B C وأنا شوف شارت اليوم عند وجود الفجوة هنا أو أي فجوات هذه إشارة وجود ثلاثة ميسي. هذا للمعلومية فقط للعلم. لكن لما نقول هذه قطرية أمامية طيب نرجع مع بعض نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هل يوجد قطرية أمامية بسبع حركات؟ قول لي لا هذه واحد وهذه اثنين وهذه ثلاثة وهذه أربعة وهذه خمسة هذه قد تكون فلات. طيب هل هذا السيناريو الوحيد الموجود عندك وهل دخلت في التركيبات الداخلية للموجات هذه؟
لتأكد مثلا ان هذه خمسة او هذه خمسة، هل رقم ثلاثة تقدر تعطيها خمس حركات مثلا، او رقم خمسة خمس حركات؟ دائما واضحة انها هي ثلاث حركات، اذا نستبعد القطرية وغيره. هذا والعد ايضا يجبرني، لان في واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. طيب لو كانت دافعة بيكون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، ولو كانت اللي واحد يجيني يقول ممتدة بقول له واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. المفروض اذا ما قل عن تسعة واكتفع وبالتوقف عند رقم سبعة، هنا إشارة أنها تصحيحية لا تدخل في سيناريوهات أخرى غير واردة في المناطق هذه. هذا كمثال لوضع أمامكم. نرجع مرة ثانية إلى شارتنا، وقبل ما أرجع إلى شارت، هل واضحة الصورة هذه؟ هل واضح الكلام اللي شفته من الفيديو والمقطع هذا؟ راح أستعرض معكم أشياء أخرى. ممتاز ممتاز. طيب لما أجي إلى شارت مثل شارت اللي أمامي سابق، خلينا نقول وهذا هو على فريم الساعة، وأجي وأدور وأبحث وأقول والله تعال أنا أجي عند المنطقة هذه كموجة الآن أمامي، ونقول والله ما أدري كيف أنظر لها، هذه الموجة اللي هنا اللي في المربع هذا، هل هي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة خمسة فلات مثلا؟ هل هي موجة؟ أحيانا تحتاج أنك هل فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ممكن تكون فلات. أحيانا تحت مو أحيانا دائما تحتاج مثلا أنك ترسم قناة سعرية على المنطقة هذه وتدرسها، تدرس المنطقة هذه تماما، هل هي فعلا هي الفلات، هل هي موجة غير فلات مثلا. بقول لك كيف نحسب الملامسات، لما ترسم القناة السعرية أنت تحسب ملامسات، ما نعتمد هذه كأن فعلا صحيح دبليو اكس واي أو فلات، لا أنا أعطيك مثال، فنبدأ نحسب كم ملامسة حصلت عندنا هنا، واحد مثلا اثنين، انتبهوا للي جاي الآن، تقول لي أوهو اثنين وين راح اثنين هنا، أوكي المنطقة هذه اثنين، تقول لي وثلاثة. طبعا من حركتها واضح انها ممكن تكون فلات، لكن خلنا نقول، بتقول لي تعال تعال في ملامسه هنا، في ملامسه هنا، بقول لك هذه قصدك، هذه اللي هنا، تقول لي ايوه هذه مو ملامسه، بقول لك الا، لكن انا بسالك سؤال، وش سويت انا؟ نزلت على النور الظاهر ولا؟ وين اللي ضاع؟ وين النور هنا؟ ما ادري سلكت اريا، انا مشغل برنامج وما ادري عنه، برنامجك يا ابو محمد. هذه ملامسه، بتقول هذه ملامسه ثانيه اكثر من ثلاث، بقول لك لما نزل من هنا من المنطقه هذه هل لامس المنطقه اللي بالاسفل؟ تقول لي لا نزل ورجع فوق مره ثانيه، بقول لك اذا شل هذه، اذا هذه كلها تعتبر ملامسه واحده. عرفت ليه؟ لان في هذا نزول وهذا صعود، المفروض من الصعود هذا يكون في ملامسة هنا، ما حدثت ملامسة، هذه صاروا ملامستين ثنتين بعدها صارت ملامسة، إذن هذه الملامسة الثانية كل هذه، لأن لم تلامس المنطقة هذه إلا عند المنطقة هنا، فواحد اثنين ثلاثة أقول أوكي الآن أنا أدخل في تركيبات الداخلية، أقول أوكي هنا واضح أن عندي و بي و سي، اقول لك اوكي، بتقول لي هنا الملامستين اللي صاروا هذه واضح عندي مثلا اي و بي و سي،
بقول لك طيب، وهذه ايضا ممكن تكون A وB وC. انا اقول لك فرضا لو كانت بالشكل هذا فعلا، كم A B C عندنا؟ ثلاثة، وهي ثلاث ملامسات مثلا. اذا الاحرى والافضل اني اروح اخذ هذه واقول الملامسة الاولى W، الملامسة الثانية X، الملامسة الثالثة Y. الآن وش نوعها؟ هل هي دبل زجزاج، دبل ثري، ما أعرف إيه؟ ما يهمني، أنا يهمني أني أحصل الحركات فقط. ما يهمني أنا وش تحط لي هنا أنت، زجزاج ولا فلات ولا غيره. طيب كيف لو أنا والله أنا شغلي، أنا والله شغلي مو مثلك، أنا بكون دقيق على عين وراس. أنت بتكون دقيق، إذن لبحث في التفاصيل هذه تروح إلى من فريم ساعة إلى فريم أصغر، روح إلى فريم أصغر 10 دقائق مثلا. خلني أشوف والله تركيبة هذه بالعشر دقائق وش هي، وش اللي طالع عندي بالضبط. تصغر وتتجه لنفس الموجة، تروح تبحث عنها. بعدنا كثير للأسف، ما أدري والله يمدينا نشوفها هنا. هذه نعم، هذه لما تدخل على فريم أصغر. أنا ما أحب الشموع في الشغلات هذه، أحب البارز، طلع لي أمور أوضح، لأني أبي قمم وقيعان وحركات داخلية أوضح. لما أجي لهذه بقول والله أنا شايف هنا 1 2 3، وهنا 1 2 3، وهنا 3 3 5 ممكن. والله أوكي، ممكن هذه ABC، وممكن هذه ABC، وممكن هذه ABC عبارة عن فلات أيضا، ممكن تكون WXY، وممكن لا والله تكون ان هذه كلها ABC، وهذه 5 ايضا تكون فلات. ما عليه، تقدر تدخل على فريمات اصغر واصغر وتقدرها اكثر. انا ما احب الطريقه هذه. بالنسبه لي انا، وعد بما كلمه انا، بالنسبه لي انا اجي لنفس المنطقه، اذا لاحظت ان فيها تشويش علي نفس المنطقه هذه، اذا فيها تشويش ماني فاهم شو اللي صاير هنا، واكبر الفريم ما صغره، وكبر الفريم. وقلنا تكبير الفريم هو عبارة عن إزالة هذه الوشوشة اللي طالعة قدامك عشان تخلص منها. انت تبحث عن ملامسات فقط تعطيك سيناريو معين، خلاص هذه ماشية بشكل عرضي، ممكن تكون فلات، ممكن تكون WXY، اوكي على عيني وراسي. هذه موجتي، جيت عندها. والله صعب حسابها بطريقة هذه لأنه ما بين لي تفاصيل الداخلية. يا أخي ابحث عن الملامسات فقط، كم ملامسة أصبحت عندك؟ ليه كذا؟ ليه كم ملامسة صارت عندك هنا؟ والله 1، وهذه 2، وهذه 2 جنبها 2، دول هذه 3. أوكي واضح من الثنتين اللي جنب بعض هذي دخلوا في تركيبة فلات في المنطقة دي. واضح هنا حمراء وخضراء، بعدين حمراء ثاني، اوكي هذه موجه، واضح عندي. اذا خلاص WXY راح اخذ عن WXY، انتهينا. والموجه اساسا تلاقيها انتهت هنا، لان هذا الخضر الكبير اللي بعدها هي داخله في تركيب الموجه الاخيره هذه اللي صعدت فوق. ف AB بعدين الفلات هذه ممكن، او انها ايا كان عندي قد تكون هذه WXY. لما تبدا تشيل التشويش تبان عندك الموجة أكثر، تبان عندك الموجة أكثر. فأحطها أنا أجدها أيضا الاختلاف وارد بين محللين، تجد محلل يقراها WXY، تجد محلل ثاني يقول لك لا أنا أشوفها فلات. في كل الحالات أنت الموجة تصحيحية وتقديراتك سليمة، تقديراتك سليمة. لما تجي للموجة أحصرها بقناة، أحصرها بقناة أخي العزيز. كم حركة عندك؟ 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، خلاص WXY، بعدها انطلقت إلى فوق WXY. أنا أقدر أختصر المسائل وأحط ABC، لكن إذا بتصير دقيق بتقول والله لا، الـ A هذا ما كانت 5، كانت 3. تبي تشوف تفاصيل الداخلية تروح الفريم الأصغر، تبي تخلص من التشويش تروح الفريم الأكبر. واضح؟ ممتاز. طيب خلنا نشوف هذه،
هذه الموجة مثلا. طبعا لازم نحكم بناء على الموجة اللي قبلها، موقع الموجة وين، مو بس أرسم وبس. والله جيت هذه ما هي باينت لي وأنا عارف لخبطة قدامي، احسب الملامسات يا أخي العزيز. واحد اثنين، هذا الكلام ما راح يقولون لك اياه في اي مكان، لكن انا اعطيك اياه من واقع خبره، ما هو واقع انه مكتوب في دروس ولا كتب، من خبرتي ومتابعتي للحركات هذه اشوف انه اسهل طريقه عليك انك ترسم ملامساتها. كم؟ هذه واحد، هذه اثنين، هذه ثلاثه، واضح الواحد نازله في اي بي سي، الثانيه ايضا فيها اي بي سي، الثالثه ايضا فيها اي بي، خلاص دبليو اكس واي. تقول لي فلات، اقول لي يا اخي الفلات عط الفرصه للموجه بي، كيف ارجح بين هذه وذي؟ عط الفرصه للموجه بي تطلع شوي لهنا على الاقل 90%. لا يعني لا تصير دائما فلات فلات، لقد ما تكون فلات، لكن هل كانت فلات او غير فلات؟ هل اخترب السيناريو عندك؟ هل تغير؟ هل ما قدرت تحسبها؟ لاحظ ان ايضا الفلات عن هذه تفرق، ان هذه محصوره في قناه. الموجات اللي درسناها التصحيحيه البسيطه والمركبه والمعقده من ميزتهم ان يسيرون وسط قناه سعريه، هذه من سلوك الموجات التصحيحيه، انها تسير وفق قناه سعريه. وبعدين ايش جابك هنا؟ لحظه، هذه يجي والله يقول انا ماني فاهم وش السالفة هنا؟ أقول لك على عيني وراسي، أول ما تسويه أنت مضارب، ارسم قناتك السعرية الله يهينك وانزل، بعدها انظر في داخل القناة، والله مو باين للتفاصيل، تبي تدخل على فريم أصغر ادخل، ادخل ذيك ساعة تتبين لك الصورة أكثر، ادخل على 10 دقائق، ربع ساعة، 5 دقائق، بتشوف. ممكن تكون هذه اي بي سي فلات، ممكن والله الفلات لو كانت عندي ارفع شوي بعد احسن احلى، بس هذه ممكن اي بي سي، اقول لك اوكي على عيني وراسي. تجيني الموجه بعدها هذه بتقول والله هذه ممكن اي بي سي، بقول لك ادري، بدخل لك على الساعه الان، خلينا نشوف الصوره راح تختلف ولا لا. لما نيجي فريمات اصغر، لما نيجي لفريمات اصغر ننظر للموجه حين على فريمات اصغر ونحدد هل هي كذا ولا كذا. والله بتقول لي انا 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 شايف كذا، ما ادري والله عنك، بس انا شايف ان هذه A وهذه B وهذه C اول ملامسة، وشايف ان هذه عندي A وهذه B وهذه C ثاني ملامسة، وشايف هذه عندي انا A وهذه B وهذه C لامسة خط المنطقة اللي في الوسط هذه. بقول طيب وش بتسوي فيها؟ اوكي أصبحت الأمور سهلة بالنسبة لي الآن، بغض النظر عن من عائلة الزجزاج أو مو من عائلة الزجزاج، هي دبليو إكس واي. واضح؟ طيب الشرح هذا بخليه في الأخير بعد أيضا، مو الآن، تطبيق على تشارتات وغيره، راح ندخل في بعض الوسائل التوضيح أيضا كصفحة استعرضها معكم ونشوف ايش تقول بالضبط الصفحة هذه. هذا اللي امامنا هنا اللي نشوفها، هل هي واضحة بالنسبة لكم اللي امامنا؟ الرسم واضح؟ اوكي كويس. عائلة الزجزاج، لننتبه، عائلة الزجزاج مثل ما نشوف امامنا هنا في عائلة الزجزاج، وين الزوم ان؟ اوكي هذا زوم ان، وضع لك اي بي سي في الدبليو، اي بي سي في الموجه اكس، اي بي سي في الموجه واي، لاحظ مستوى 100% من طول ضلع اكس، ثم اي بي سي هذه صارت اكس ثانيه، وهذه اي بي سي اخرى اللي صارت اذن زد زي، ونفس الشيء 100% من طول الموجة اللي قبلها.
إذن هذه أصبحت تريبل، ما هو دبل، هذه تريبل، ثلاثة. وكم ملامسة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمس ملامسة. طيب هنا ABC مثلث ABC. أوكي، هذه دبل زجزاج، ليه؟ كم ملامسة؟ واحد، اثنين، ثلاثة. أقول لك ممتاز، ثلاث ملامسات بتركيبة من موجات زجزاج فقط لا غير، موجات زجزاج، وبالوسط موجة كهرباء، موجة رابطة عادي. احنا لما تقول فقط زجزاج معناتها نتكلم عن الأضلاع اللي تصير بنفس الاتجاه، الموجة W والموجة Y. أما الموجة في المنتصف فهي موجة رابطة، يعني تجي في أشكال مختلفة من الموجات التصحيحية. طيب simple zigzag، الموجة الزجزاج البسيطة تجي على بشكل بسيط مبسط اللي في الأسفل، هذه اللي على اليسار simple zigzag عبارة عن A B C 5 3 5. وهنا simple zigzag with triangle، وهنا في simple zigzag بزجزاج عادي بوسطه مثلث. فهو كأنه يقول لك الموجة المركبة هذه يجي بوسطه مثلث، وهذه يجي بوسطه مثلث، هذه العادية البسيطة السيمبل اللي تحت، وهذه المركبة المعقدة اللي عبارة عن تريبل ثلاثية. طيب كيف انتقل للصفحات الثانية؟ والله مشكلة، هذا علق الآن هنا. أوكي، خلينا نشوف أيضا هذه الصفحة مع بعض، ونشوف الزجزاج بتركيب العادي اللي احنا عارفينه تماما، ثم نتجه بعدها للفلات اللي تعرفنا عليه سابقا، وثم المثلث، وثم المثلث المتسع، وثم هنا sideways double combinations، هذه الموجات العرضية المركبة. وهنا في المثال هذا لما نقول عندنا في الضلع الأول هذا W convective wave تجي أي شكل، flat أو zigzag. أوكي طيب نلاحظ في زر أو نقطة حمراء عند كلمة zigzag، وفي نقطة حمراء عند نقطة عند عبارة zigzag، يقصد فيها هو أن إذا كانت هذه zigzag وهذه zigzag فهي من عائلة zigzag، double zigzag معناها، دبل زيجزاج. لذلك حط نقاط عند المنطقة هذه. ليه؟ لأن اللي بعدها هذه نشوف، وهذه تريبل طبعاً. الموجات لما تكون ثلاثية أيضاً حط لك نجمة عند الزيجزاج، نجمة عند الزيجزاج، نجمة عند الزيجزاج. فهو يقول لك إن هذه معناتها من عائلة الزيجزاج كلها، ممكن تجي كلها زجزاج اللي عندهم نقاط حمر هذه مع بعض، زجزاج زجزاج زجزاج، وموجات تربطها بالمنتصف. وش الموجات اللي تربطها؟ هنا يا فلات يا زجزاج في الموجة X، يا فلات أو زجزاج في الموجة الموجة X الثانية. لاحظوا الـ X اثنينهم عند مستوى واحد فوق. أوكي دبل زجزاج، الدبل زجزاج نلاحظ أمامنا هنا الزجزاج البسيطة تعرفنا عليه يأتي بالشكل هذا، وعبارة عن الضلع الأول زجزاج، الضلع الثاني يا فلات أو زجزاج أو مثلث أو سايد ورك أو أي موجة تصحيحية، حتى المركبات تجي في المنطقة X هنا. إذن أي موجة تصحيحية تجي في المنطقة هذه مع الزجزاج، مع عائلة الزجزاج، ثم يستكمل نزول مرة أخرى في زجزاج فقط، فقط زجزاج. طبعا قواعدها وأبعادها ومسافاتها كلها مذكورة هنا، شروطها ومشروطها. طيب هنا تريبل زجزاج لما تصير ثلاثية، نلاحظ أنه في الموجة W والموجة Y، الموجة Y والموجة Z زجزاج زجزاج زجزاج. ليه؟ لأن عائلة الزجزاج. أما الموجات الرابطة هنا فالأولى هذه الX الأولى زجزاج أو فلات أو صاد، هنا أي نوع موجات تصحيحية لكن مو مثلث، لأن المثلث في الموجات الزجزاج المركبة يأتي قبل الموجة الأخيرة. يعني لو كان دبل زجزاج بيجي هنا، لكن لما يصير تريبل ثلاث موجات زجزاج تصحيحية فالمثلث يأتي في الموجة X اللي قبل الموجة الأخيرة. وحنا ذكرنا أن المثلث يأتي في ليعلن
أن الموجة التي تلي هذا المثلث إنها راح ستكون هي الموجة الأخيرة. إذن هو يأتي قبل الموجة الأخيرة في الأكس اللي هنا. زيجزاك، فلات، تريانجل، سايدويز، كومبينيشن وغيرها كلها موجودة هنا. هل واضح الكلام هذا الآن؟ واضح؟ ممتاز. طيب هذا فيما يتعلق بالزجزاج والدبل زجزاج والتربل زجزاج، وعودة مرة أخرى إلى الموجات المركبة هذه المعقدة، وتجدون فيها هنا الدبل كومبينيشن. لما يقول الدبل كومبينيشن اللي هو دبل دبل ثري دبل تو عفوا وفي دبل ثري دبل تو، هذا الموجات الثنائية مركبة من موجات تختلف. نلاحظ أن المثلث وين جاء؟ الواي فقط. هل يوجد هنا مثلث في الأكس؟ لا. لو اتحدت هذه زجزاج وهنا زجزاج يجي مثلث في النص. طالما أنها اختلفت، جت هنا زجزاج وهنا فلات مثلا ولا غيره، أو ممكن يجي مثلث في المنطقة هذه، فحين نقول المثلث يأتي في الموجة الأخيرة. ايضا الموجه المركبه اللي من دبليو اكس واي اكس زي، لاحظ كلها فلات زجزاج فلات زجزاج فلات، المثلث وين؟ الموجه زد الاخيره. اذا هي تختلف عن تركيبتها قليلا عن موجات الزجزاج وعائله الزجزاج، بان المثلث فيها ياتي في النهايه في الاخير في النهايه. واضح؟ واضح يا اخوان؟ طيب وقف تسجيل دقيقة ابو محمد بس عشان تاخذ بعض الاسئلة. نشاهد مع بعض المقطع هذا، وراح اترجمه لكم ايضا، مقطع قصير وجميل ان شاء الله للجفر الكندي ايضا. Hello and welcome. My name is Jeffrey Kennedy. I'm the editor of Futures Junctures and also the editor of Elliott Wave Junctures, and welcome to today's episode. With respect to my style of trading, I like to trade in the direction of the trend. So if a larger... إذن للسؤال عن أسلوبي في التداول، أحب أن أضارب بنفس الاتجاه. مش كنت أقول لكم شوي؟ أضارب بنفس الاتجاه. Trend is up in a market. I like to play the buy side. إذن إذا كان الموجة صاعدة فأنا في أنا متاجرتي ستكون في الاتجاه الصاعد. If the trend is down in a market, of course I'm looking to say take short positions. وإن كانت هابطة فأنا سأستهدف الموجات الهابطة. Upside. What's very important to me is always looking for that counter trend price move that actually happens. ما يهمني في الحركة الموجية هو دائما ملاحظة الموجة التي تسير عكس الاتجاه. هي اللي راح تساعدني في المتاجرة. As prices move to the upside, for example, this pullback would be the opportunity to rejoin. مثل التراجع في الموجة هذه هنا هو اللي راح يتيح لي الفرصة في الدخول في الاندفاع القوي اللي راح يكون بعدها. The larger trend, as is that pullback. أيضا كما هو موجود هنا في هذا التراجع اللي حصل في الموجة اللي في الأعلى. Would also be an opportunity to rejoin the larger uptrend or the buy side. Now on a downtrend, ساعدني طبعا في مواصلة المتاجرة في الموجة اللي تليها باتجاه الصاعد. إذن في نفس الاتجاه أيضا في الاتجاه الهابط. Trending market, I like to focus primarily on selling bounces. And again, from an Elliott Wave perspective, you could actually look at this structure here and go and say, for example, that would be waves 1, 2, 3, 4. So of course, I want to sell bounces in a downtrend. فراح ادخل بيع صفقات بيع عند انتهاء الموجه هذه الموجوده هنا. This being the case, because that's my tends to be my trading style, i.e. having the wind at my هذه هي استراتيجيتي وهذا هو اسلوبي في المتاجره يقول. My back, I like to focus primarily on counter trend price moves or الموجات اللي تسير عكس الاتجاه، واود ان الفت انتباهكم لهذه الانماط. Corrective wave patterns as my هذه الانماط التصحيحيه.
Now, the most common type of corrective wave pattern consists of only three waves. عادة وغالبا نجد أن التصحيحات تتشكل أو تتكون من ثلاث حركات. And that would be zigzags and flats, for example. واللي هي عبارة عن zigzags أو موجات متعرجة أو flats موجات مسطحة. Example. Now over to the left here, what we have is actually a zigzag. This would be a 5-3-5 wave pattern, and there's primarily three waves here: waves 1, 2, and 3. Waves A. يعني هذا والنمط الذي نلاحظه على الجهة اليسار هنا الآن هو نمط للزجزاج وهو يتكون من ثلاث حركات مثل ما تلاحظون ويعطى الترقيم أو اللي هو A B C. B and C. Okay, now a flat correction, very similar, except that wave A subdivides into three waves, wave B subdivides into three waves, and then wave. أما في التركيب الموجة المسطحة فهو نفس الحركة ولكن بتقسيمات داخلية تختلف بحيث أن يكون في الموجة A ثلاث حركات فقط وليس خمس الموجة B ثلاث حركات وثم نزول في خمس حركات. Wave C subdivides into five waves, but that would still be an ABC structure. That pattern there would only consist of three waves. They consist only of three waves, identified as waves A, B, and C. إذن بالنسبة للزجزاج والفلات هي دائما معرفة بهذا الشكل A, B, C. Now a triangle, on the other hand, that's a five-wave move. أما المثلث فهو موجة خماسية الحركة. وليس الثلاثية. Move is a sideways price move. وموجة عرضية. Converging trend lines, and I've done a lot of work. موجة عرضية وأيضا يميزها اللي هو conversion اللي هو العملية تلاقي خطوط الترند لاين. Work with respect to triangles and Elliott wave junctures, so I'm not going to spend much time on those patterns, but that pattern there is actually identified as waves A, B, C, D, and E. There's five. لأن يعني استغرق وقت في الحديث عنه لأن لا يهمني الآن أن يذكره يقول اللي هو المثلث ولكن يتشكل من خمس الأطراف هذه الـ A, B, C, D, E. Five waves with respect to a triangle. Now there's another type of corrective wave pattern that I focus on primarily, and that is a seven wave price move. ولكن هناك نمط آخر من الأنماط التصحيحية أود أن ألفت انتباهكم له اللي هو النمط اللي يتشكل من سبع حركات تصحيحية. Or a corrective combination, and I actually drew out a diagram here to the right side of this price chart here. موجة تصحيحية مركبة يعني، وأنا رسمتها لكم أقول هنا الآن لكي أعرفكم عليها. And what we actually have is a seven-wave price move. Notice the blue numbers: 1, 2, 3, 4. وبهذا النمط يتواجد عندنا سبع موجات. ولاحظ الأرقام بالأرقام اللي باللون الأزرق والعدد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Typically, it is contained within parallel lines. ومن صفتها أنها تسير من ضمن قناة سعرية يعني parallel lines خطين متوازيين. A lot of overlap within the structure. بتداخل واضح وكثير في هذه الموجة. نعم هذا من طبيعتها التداخل لما تشوف موجات متداخلة بشكل شائك فوق تحت فوق تحت تعرف أن هذه فيها موجة تصحيحية مركبة. Sure. Now, from an Elliott wave perspective, we would identify this as one of two waves, either waves A, B, C, X, A, B, C, or simply as a W, X, Y. نعرفها بهذا الشكل من ناحية التحليل الموجي نعرفها بهذا الشكل عبارة عن A, B, C, X, A, B, C أو نختصر المسائل ونعطيها ترقيم له أو نعنونها ب W, X, Y. Now this combination here so can actually form in a different in a number of different ways. For example, this could be a double zigzag in which. إذن هذا التشكيل الأمامي يأتي بأشكال مختلفة. مثلاً أن يكون على شكل double zigzag. مثلاً. In which case you have 5-3-5, and then you have your X wave, which is always three waves, sometimes a triangle, and then another 5-3-5 pattern. إذن لما يكون دبل زجزاج فهو يأتي على شكل 5-3-5 وثم موجة X اللي موجة الرابطة وغالبا ما تكون موجة زجزاج ولكن أحيانا ممكن تجد فيها مثلث ثم الهبوط مواصلة النزول مرة أخرى في نمط مشابه اللي هو عبارة عن ABC موجة زجزاج من 5-3-5 pattern here for a double zigzag, or you could have a double three in which ممكن يكون عند هذا اللي نسميه إحنا double zigzag وممكن يكون عندك double three ونحن تحدثنا عن الاختلاف بين دبل زيجزاج ودبل ثري، إن الدبل ثري من عائلة مختلفة
متشكلة من موجات مختلفة. Case the first ABC sequence is say a flat correction that would be a form again form would be joined together by another X wave, a three wave or a triangle, and then you would have another flat, possibly a flat, expanded flat or just a straight flat. Now sometimes you can also see too where you might have say ABCX and then a triangle actually or a combination. طيب نلاحظ ونصحح معلومة أيضا ذكرها هنا. قال وهذه الطريقة ممكن نجد أن موجة عندنا مركبة مثلا من flat ABC ثم موجة رابطة وذكر عبارة أو كلمة triangle مثلث، مع العلم أنهم يقولون في مصادر أخرى أن لا المثلث يأتي بالأخير، لكن اللي يقصدون الآن إذا وجدت أيضا مثلث في المنطقة هذه فلا يتكرر المثلثين وراء بعض، المثلث يأتي إذا أتى بالأخير معنى هذه معنى هذه إشارة دلالة على أن بعدها ما راح يكون فيها مثلث نووي. لن تجد مثلثين وراء بعض. Possibly a zigzag or a flat, which is why we call them combinations. But the key thing to remember with respect to keeping this simple is that this move here, this combination, consists of seven waves. الأهم يجب أن نلاحظ هنا أن هذه الحركة تتشكل من سبع حركات. It's the key thing to walk away with. Don't get too caught up in the detail, whether it's a zigzag or a flat or the X. لا تدخل في التفاصيل. انتبهوا الكلمة هذه. رجاء لا تدخل في التفاصيل بأنك تتعرف عليها هل هي زيجزاج أو فلات أو غيره. Wave triangle possibly, but just focus on that combination. فقط ركز على هذا التشكيل هذه التركيبة من الموجات وتواجد سبع موجات. That corrective combination being a seven-wave move, and understanding that seven-wave moves indicate the same thing as a three-wave price move, and that it is a counter-trend price move, and that it's going to be more than fully retraced. And these are your opportunities to rejoin the larger trend. For example, let's look at some real-life examples. في كتاب Elliott Wave International بالنسبة للموجات المركبة المثلث يوجد في الأخير فقط. أعتقد أنه هو ذكر هنا أن وجود الموجة موجة تصحيحية أو مثلث يقصد أيضا للدبل زيجزاج يعني دمج بينهم. Examples of this in action. Here is a ETF. This is an ETF of sugar. Ticker symbol is SGG. هذا صندوق sugar هنا الصندوق sugar. And notice from this extreme here that late December. طبعا عبارة ETF لما تجدونها في مواقع الشارتات وغيرها لما تجد رمز ETF يرمز هذا الرمز يرمز إلى صندوق أحد صناديق التداول في السوق. Late December 2000. ننتبه إلى أدنى مستوى سجل هذا الصندوق أو حركة سريعة هنا في آخر أواخر ديسمبر. 11 low. The move to the upside developed within parallel lines. الحركة اللي استمرت في الصعود هذه كانت محدودة بقناة سعرية أو بخطين متوازيين. It was overlap. Notice the overlap. لاحظوا التداخل إذا كانت متداخلة بشكل واضح. فانتبهوا يقول دائما التداخلات هذه متعرجات التداخلات بين الموجات. Within the structure, and also too, notice it consisted of seven waves. وأيضا احتوت على سبع حركات. Upon completion, and that's typically occurs whenever you have that confirmation of completion or that confirming price action I often speak about on a break of the extreme of wave of the sixth wave within the move. إذن عند اكتمالها وتبدأ المتاجر الآن في الدخول في الموجة هذه الهابطة وهنا دائما نشدد على أن الدخول في المناطق هذه يكون بتأكيد بأخذ تأكيد من الحركة السعرية عند كسرها قاع الموجة ستة. That cleared the way for further selling in this market back to below the origin of the pattern. وهذا اللي عطى المجال للحركة السريعة أن تتجه إلى كسر القاع السابق ويعني تصبح جيدة للمتاجر. This structure here, it was always very, it was very difficult to actually identify that move as an impulse move because number one, it can. يقول هذا النمط اللي تشكل أمامنا كان من الصعب أن نتحدث عنه على أساس أنه موجة دافعة وببساطة. Consisted only of seven waves, but also the overlap. Okay. ليس فقط لوجود سبع موجات ولكن التداخل اللي حاصل بين الموجات هذه. Here's another example. هذا مثال آخر أيضا. Wynn Resorts. This is a stock. Ticker symbol is WYNN. سهم وين. And again, notice it is a seven-wave price move. Waves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is contained within parallel lines and also.
طبعا السبع حركات متواجده امامنا، اللي حبيت اني اوضحها ايضا للاخوه الكرام. السبع حركات في الاضلاع اللي تسير نفس الاتجاه W وال دبليو اكس والواي، الدبليو والواي، الموجات الداخليه الاي بي سي اللي فيها هذه تعد 1 2 3، نلاحظ بعدها 1 2 3 مثلا، عفوا 1 2 3. اما الموجه اللي تسير عكس الاتجاه فهي تاخذ كل ال 1 2 3 كلها، تاخذ ترقيم واحد. يعني ما نجي للموجه الماشيه بشكل باتجاه معاكس ونقول هذه 1 2 3، ما نجي نقول 1 2 3 4 5 6، لا، هذه كلها رقم واحد، تاخذ رقم واحد. الموجات اللي تسير عكس الاتجاه لها رقم واحد فقط، اما الموجات بنفس الاتجاه فترقم موجاتها الداخليه، ولذلك تصبح عندنا سبع موجات، 1 2 3 كل الموجة هذه، أربعة بعدين خمسة ستة سبعة. نواصل. So again, notice the overlap with respect to this. لاحظوا التداخل اللي حاصل في الموجات هذه. Substructure. Once complete, again confirmed by a break. وعند اكتمالها نأكد الحركة السعرية الآن أنها انتهت. متى يكون إعلان انتهاء الموجة التصحيحية هذه أو اللي تصير معكس الاتجاه؟ عندها كسر قاع ستة. Of the extreme of wave 6 or the wave 6 point here leads to a further complete retracement of the entire structure. على الأقل كأقل تقدير أنه سيتراجع إلى مستهدفا كامل مستوى الصعود هذا إلى القاع السابق. طبعا قد يكسر أكيد. Look at one more example here. مثال آخر هنا مرة أخرى. This is the ruble. Okay, this is هذا العملة الروبل أعتقد أو الروسية. The currency. Notice that move here back in 2011. That whole advance. It was contained within parallel lines. نلاحظ الحركة هذه اللي كانت في عام 2011 إن كلها محتوى أو محاضة بجانب من جانبينها بخطوط ترند أو قناة سعرية. And more importantly, notice the overlap within. ونلاحظ التداخل أيضا في الموجة هذه وأيضا كونها موجة تصحيحية. The structure to the to within the structure to the upside, and also to notice the 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Seven wave price moves mean the same thing as a three wave price move. سبع حركات هي ترمز إلى نفس الشيء، كأنك تتحدث عن ثلاث حركات الـ ABC يعني. That it is a countertrend price move that we can expect it to be more than fully retraced. And what I like to look for. إذا كانت موجة تسير عكس الاتجاه، إذن نتوقع أن النزول يصحح كامل طول الموجة هذه اللي بدأت من هنا، يعني سيواصل نزولها إلى المناطق هذه، بل قد يكسرها أيضا. There's a break of that extreme of wave 6 or that wave 6 أيضاً تجاوز منطقة here, 6 موجة 6 as you can see here, مثل ما شفنا and هنا as you can see here, ومثل ما شفنا هنا confirm that the pattern is complete and ready to be more than fully retraced. Why am I kind of talking about this subject today? Well, let's look at the euro. This is a 120 minute price chart of the euro. هذا عملة اليورو. الفريم 120 دقيقة. The move to the upside is contained within parallel lines. أيضا الحركة محدودة بالقناة السعرية أو خطين ترند لاين متوازيين. Seven distinct waves. سبع موجات واضحة والتداخل اللي بينهم، رقم ستة موجود هنا من الموجة السادسة. So if we can take out the extreme of a wave six move here, then I will be. وإذا تم كسر المنطقة هذه مضمون لك المسافة هذه كلها على الأقل إلى بداية الموجة هذه أو أكثر طبعا. Looking for this advance to be more than fully retraced as we move into the remainder of this week. Thank you very much. Okay. هل الأمور واضحة لكم الآن؟ في أي سؤال؟ وقف تسجيل أبو محمد حبيبنا. بسم الله. بريان أفضل وقت للدخول. وضحت توني الآن أتكلم على الشاشة. طبعا بعد كسر ستة، كسر ستة هو منطقة دخول صريح، خلاص هذا إعلان إن الموجة التصحيحية انتهت. نعود مرة أخرى للشارت اللي أمامنا هذا ونلخص الموضوع بشكل سريع وننهيه. القنوات السريعة يا أخوة اللي راح تساعدكم في فهم الموجات هذه، القنوات السعرية، وتحدثنا حنا عن الزيجزاج وعن الفلات وعن المثلث، ولكن ذكرنا درس اليوم ويتكلم ويتحدث عن
الموجات التصحيحية المركبة، وذكرنا أن هناك عائلتين، عائلة الزجزاج وعائلة الموجات المركبة. الزجزاج يقولون ما ناخذ إلا من بعض، يعني أتكون أضلاعي اللي تسير في نفس الاتجاه اللي هي الدبليو والواي من زجزاج فقط، فتهبط بالشكل هذا في زجزاج وتصعد في زجزاج أو مثلث أو أي موجة تصحيحية، ثم تهبط مرة أخرى في زجزاج آخر، وعند انتهاء الموجة هذه نعطيها الترقيم التالي W X Y، وكما تعلمنا بأن طول ال Y هو نفس طول الموجة Y، هو نفس طول الموجة W. تأخذ نفس طول هذه وتسحب إلى نهاية ال X هذه وتعطيك هدف ال Y. وهل تمتد؟ نعم، إلى مستوى 161.8 ممكن. هذا بالنسبة للموجات اللي هو دبل زجزاج. هل تمتد أيضا إلى أبعد من ذلك؟ بقولك نعم، إذا زادت الموجة هذه في حركاتها السعرية بموجتين أخريات تصحيحيات اللي هي اتجاه الصاعد ثم الاتجاه الهابط، حنا إذا أصبح عندنا تركيب تصحيحي من موجات زجزاج مركبة عبارة عن ثلاث حركات وليس حركتين، ولذلك سمى تريبل ثلاث حركات. وين بالضبط؟ قلنا ذكرنا أن هذه هي الحركات اللي نرصدها، 2 3 4 5. إذا تمت عندي الخمس ملامسات وبعدين لا 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 لا. إذا حدثت عندي الخمس ملامسات، إذن أمامي ثلاث حركات، 1 2 3. هذه الثلاثة تأخذ ترقيم W X Y X X أو X X ثم Z، تصبح موجة مركبة من ثلاث موجات تسير بنفس الاتجاه. طيب، هل في نمط آخر الموجات التصحيحية مركبة؟ نعم، موجات المعقدة المركبة complex، نفس الترقيم WXY. اللهم أن تركيباتها الداخلية تختلف الآن، تركيباتها الداخلية تختلف بحيث أن الموجة الأولى هذه ممكن تجيني فلات زجزاج فلات ثانية، ونلاحظ التركيبات الداخلية اختلفت يعني الآن، ويسمح أن تأتي أكثر من فلات طبعا فيها، ولكن ليست مع آلة الزجزاج. وممكن تكون الموجة هذه اللي هنا زجزاج، هذه فلات، وهذه هنا أي موجة تصحيحية عدا المثلث هنا، ثم زجزاج في الأخير. وممكن تكون هنا عندي أنا زجزاج موجة تصحيحية وهنا فلات، في اختلاف بين الموجات اللي تصير نفس الاتجاه، وهي نفسها WXY. وإذا امتدت إلى موجتين أخريات أيضا، خلينا نجيب هذا شوي في المنطقة هذه، بين فلات موجة تصحيحية، لو نقول إيش اللي جاب هذه موجة فلات، فرضا جاء عندي زجزاج، فرضا جاء عندي فلات في المنطقة هذه، موجة أخرى هنا، وثم موجة تصحيحية في المنطقة هذه. نلاحظ عدد الملامسات اللي صار عندي الآن، ما هو ثلاث ملامسات بل خمس ملامسات، وهذا يدفع النمط هذا لأنه يرقم ب W X Y X Z، ونفس الأبعاد والأطوال بين كل الأضلاع هذه، ال Y نفس طول ال W، ال Z نفس طول ال Y، وهذه طريقة. هل يأتي مثلث؟ نعم، ممكن الموجة الأخيرة تتجه هنا،
على أنها تكون موجة مثلثية حين. مثلاً بس العكس طبعاً نرسم هنا. هذا هو تلخيص درس اليوم. مستويات فايبو هي نفس مستويات فايبو للموجات زيكزاك، نفسها لا تتغير، ما في أي أمور أخرى. وين تجدها؟ تجدها بالموجة الثانية، تجدها بالموجة الرابعة، تجدها بالموجة بي. هذه تواجد، هذه أماكن تواجدها. هل في سؤال يا أخوان؟ واضحة الفكرة أو مو واضحة؟ هذا من كتاب وعافيك إن شاء الله، وعافيكم جميعا. هذا من كتاب اللي أرسلت لكم إياه في المجموعة أيضا للموجة الدبل ثري كومبينيشن، وعافيكم جميعا. لا في الموجات هذه مركبة، في أحيانا تكون سلانتد، في ميول خفيف لها، وليس بشرط هذا من الإرشادات، لكن هي من عادتها لا تكون عرضية. الموجة هذه عرضية تأتي، فمثل نشوفها هنا أمامنا مكتوب هذا. A combination is a sideways convective pattern that is that includes two or more convective structures. طيب مدري إيش غير مدري إيش convective مدري. طيب مربوط بكل بعد كل موجة تصحيحية بموجة X which has three characteristics. It can be ممكن تكون تصحيحية always. وينها؟ always move. تصير دائما بالاتجاه المعاكس للحركة الرئيسية. wave pattern is وعادة يكون زيجزاج، اللي هي الموجة X يتكلم عنها الآن. هذه بالدبل تري عادة تكون زيجزاج. there never appears. لاحظ يقول لك there never appears. لم يظهر لنا أبدا. never عن كلمة never لاحظ. to be more than one triangle in a combination. لم يظهر لنا وجود مثلث أكثر من مثلث واحد في الكومبينيشن. and when one appears وعندما يتضح لنا واحد it always seems to be the final corrective. شفت هذا اللي كنت أقول لكم عنه. وإذا وجد في هذه الموجة فغالب فدائما يتواجد نجده لاحظنا تواجده في الموجة الأخيرة الزد. واضح إلى هنا؟ أنا أعطيكم الآن الكلام من المصدر. The two types of combinations are double and triple three. نوعين من الموجات التصحيحية اللي هي double والtriple threes. التصحيحات المعقدة مو من عائلة زجزاج. A double three اللي هو الثنائية الزوجية هذه. Double three combination includes two corrective patterns. تحتوي على نمطين تصحيحيين. The first label W. الأول نعطيه رمز W and the second Y. والثاني نعطيه رمز Y. أما X فهي موجة رابطة. شكل 18 هذا اللي فوق represents one of many variations of a double three. هذا يعطينا أحد الأنماط والأشكال الكثيرة الموجودة في اللي هو دبل ثري المعروفة. usually zigzags and never طيب هنا the triple threes are انتبهوا هنا يقول لك a triple three هذه اللي تشوفونها are rare نادرة الحدوث within double and triple threes. within double and triple threes في double three with triple three الموجة X usually عادة zigzag never triangles انتبهوا لعبارته ولا مستحيل تكون مثلث ما هو في عائلة الزجزاج مع عائلة المركبة هذه لا تحط لي مثلث في الاكس لا تحط لي مثلث في الاكس واضح انا كلامي كان صحيح من ساعة يوم انا قلت لكم اعتقد انه يرمز الى الدبل زجزاج اذا هذيك الدبل زجزاج وعائلة الزجزاج اللي يجي في النصف أو قبل الأخير أما في عائلة الموجات المركبة فهو يأتي في الموجة الأخيرة هذا المثلث نتحدث عنه واضح عند النقطة هذه؟
ممتاز، الله يجزاك خير. ممتاز يعقوب، ممتاز أخو يعقوب. هذا الملخص عندكم موجود طبعا، ويعطيكم أبعاد ومستويات كيف نكبر، نقدر نكبر هنا. دبل كومبو، زجزاج زجزاج زجزاج، إيه لأنها لأنها من عائلة الزجزاج، قال لك مسموح مثلث واحد يأتي قبل الأخير. طيب عرفنا الشيء هذا. هذه زجزاج فاميلي وهذا كامبو. حط المجموع يعني النمطين مع بعض، دمجهم هنا. الموجات المتعرجة الثنائية اللي هي دبل زجزاج، بينما تتكون موجة متعرجة ثلاثية اللي هو تربل زجزاج من ثلاث موجات متتالية ترتبط بعضها ببعض بنموذج موجتين صحيحتين قصيرتين، وتعطيهما اسم الاكس او اكس اكس مثل ما انتم شايفين. هذا زجزاج زجزاج زجزاج، هذه موجات اللي هي من عائلة الزجزاج كلها زجزاج مثل ما انتم شايفين. ايضا هنا يقول الموجه المتعرجه المضاعفه الثنائيه دبل زجزاج والمضاعفه الثلاثيه تريبل زجزاج. نبدا بالموجه المتعرجه بزجزاج دبل زجزاج، هي نموذج اكثر انتشار. انتبهوا، الدبل زجزاج هو النموذج الاكثر انتشار بالموجات المركبه هذه. ونعطي الموجات الفرعيه الداخليه في تكوينها رموز تسمى دبليو اكس واي، حيث تتكون موجه متعرجه ثنائيه من موجتين متعرجتين زجزاج متتالية تربطهم ببعض بنموذج موجة تصحيحية قصيرة نسميها اكس، مثل اللي شرحت لكم من شوي. هذا هو الاكس، هو اللي يربطهم بالنص. قواعد إليوت لنموذج الموجات الدبل زجزاج والتريبل زجزاج، يجب ان تكون الموجة دبليو نموذج موجة متعرجة، الدبليو لازم تكون من عائلة الزجزاج. يجب أن تكون الموجة X أي نموذج موجة صحية ما عدا نموذج الموجة المثلثية الممتدة. انتبهوا لما أقول لك يوجد مثلث، لكن يقول لك ما هو الإكسباندينج، ما تلقى الإكسباندينج اللي هو البارير أو الرانينج تريانجل. ثلاثة، يجب أن تكون الموجة X أصغر من الموجة W. يجب أن تكون الموجة Y نموذج موجة متعرجة. يجب أن تكون الموجة Y أطول أو تساوي الموجة X، يعني مثل الزجزاج لما نقول الضلع سي اطول او يساوي او ممكن ينتهي احيانا عند مستوى 61.8. يجب ان تكون الموجه اكس اكس اصغر من الموجه واي. طيب يجب ان تكون الموجه زد زد نموذج موجه متعرجه، يجب ان تكون الموجه زد اطول او تساوي موجه اكس اكس. طيب راح نرسلها لكم في الجروب المقاطع هذه. هذا من كتاب جيفري كينيدي، وهو كتاب إليوت ويف انترناشونال طبعا. دبل ثري وتريبل ثري، a flat allowed by a zigzag followed عفوا، يجي flat وبعدها zigzag مثلا. لما يقول لك followed by zigzag هو لا يتحدث عن الموجة الرابطة، يعني في الموجة A W هي flat وبعدين يكون Y zigzag مثلا. correction غير. طيب هنا triple zigzag ممكن تكون هذه flat zigzag لأن غالبا تكون zigzag هو قال لك، ثم مثلث في الأخير. وممكن يكون عندنا W X Y. أخت نور شايف ال Y كيف نازل شوي تحت ال W. فلات زجزاج ثم موجة زجزاج أخرى هنا، يعني فلات وزجزاج. وأحيانا يكون لها انحدار قليل إلى الأسفل. هذا أحد هذه أشكال هاي يعني اللي أمامنا. نشوف أيضا الزجزاج العادية تشكل بالشكل هذا كزجزاج عادية، يعني هذا هي حركتها الداخلية. أما الدبل اكس واي دبل زجزاج فتكون من 5 3 5 زجزاج ثم 3 ثم 5 3 5 زجزاج. هذه ك دبليو اكس واي.
خلاص انتهت السلايدات هنا ابو محمد، اعتقد ان هنا نوقف التسجيل. شكرا، قبل ما نوقف بس يعطيكم الف عافيه، شكرا جزيلا على الاصغاء، سامحونا لو في قصور شوي، انا يعني سبتها اللقاح اللي اخذتها حايسني شوي مو مخليني اركز. الله يبيض وجهكم جميعا، الشكر لله وحده. اعتقد الى هنا ننهي، الشكر لله وحده، الله يجزاكم خير، ننهي درس اليوم ونفتح المجال للنقاش واستعراض شارتات. يعطيكم الف عافيه والسلام.